اخطر الانواع ديال التبيعات وتشكمت ودير الوشايه هي اللي كتكون في المجال السياسي وفي الاحزاب والمنظمات السياسيه، لان النتيجه ديالها كتكون خطيره وكارثيه بزاف، تقود للحبس والاعتقال والاعدام نيشان. اما في مجال الصحافه كيولي عندها اسم السبق الصحفي، ومن وراها الفضيحه والتشرشيم والخدمه بشي وحدين. تاريخ الوشايه في المغرب ولا تاريخ تبيعات في المغرب وتشكامت من الطابوهات الكبيره اللي مسدود عليها في بير غارق وبالقفل ديالو والساروت مليوح في بحر الظلمات. كتجي قوه المخزن من استحواذه على هذا الجانب بشكل كبير وتملك كل المعلومات، سواء من خلال الاجهزه الكثيره والمتنوعه اللي كتعمل على تلقف المعلومات بالزربه او معالجتها او تصدي لها. يقال ان تبيعات هي الاخت، هي اخت ديال الجهل، وان التوأم ديالها هو الحسد. السؤال التاريخي، علاش ابراهيم المناضي قدم هذه الوشايه الكبيره للمخزن في وقت دقيق وفي اطار المنظمه السريه اللي كان كيقودها عمر دهكون وكانت كتوسع في المدن والقرى؟ السؤال التاريخي الثاني، واش كان خدام هذا ابراهيم المناضي مع المخزن وهذه هي الخدمه ديالته؟ وكيفاش قاد 49 واحد للاعدام في محاكمه ديال مراكش وخرب منظمه سريه بالطول ديالها وبالعرض؟ من طبيعه الاستنتاجات هذا ماشي فلاح بسيط، ماشي انسان بسيط، انخرط في التنظيم وصافي. ابراهيم المناضي بن محمد من مواليد تزكي بامزميز عام 1926، كيهضر العربيه وكيهضر بالشلحه، ماشي غير فلاح وصافي كيف ما كيقولوا في الادبيات التاريخيه، هو اكبر من هذا الشيء. المناضي كان عنده حس سياسي كبير وقدره كبيره على التاطير والتواصل. ابراهيم المناضي كان مزوج وعنده 5 ديال الاولاد، بمعنى راه ناضج بزاف وعايش بزاف ديال التجارب السياسيه، سواء في عهد الحمايه او في عهد ديال الاستقلال، على اعتبار انه من مواليد 1926 وكان قاري وعارف الفرنسويه وعارف العربيه وعارف الشلحه وعارف اش كيدير وعارف القيمه ديال المعلومات السريه اللي صبح كيعرفها. مسلسل تبيعات بمعنى انه غادي يتعرف على التنظيم قبل من 1969، لانه خصو الوقت بزاف، لانه كون 3 ديال الخلايا وثلاثه ديال الخلايا في منطقه مطراميه كبيره بحال مراكش والنواحي ديالها، ماشي ساهل فقط سنه باش يجمع هاد 3 ديال الخلايا، بمعنى كان متوغل في التنظيم بشكل جيد. اعترف ابراهيم المناضي ان احد المناضلين ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه في نفس السنه يعني 1969 هو اللي ربط ليه علاقه مع الحبيب الفرقاني، اللي هاد الحبيب الفرقاني هو الاسم الحركي ديالو، هو الغيغائي في تنظيم عمر دهكون، واللي عرفت المحاكمه بسميته الى جانب ما يسمى مؤامره مدريد ومحاكمه مراكش الكبرى. فهاد اللقاء بين ابراهيم المناضي وبين الحبيب الفرقاني اللي كان كيتحمل هذيك الساعه المسؤوليه ديال الكاتب العام للاتحاد الوطني للقوات الشعبيه بمراكش، خبروا وعلموا عن وجود تنظيم سري وعرض عليه الانضمام الى هذا الافق الجديد للعمل الثوري. بالزربه لم يتردد المناضي في التعامل بايجابيه مع هذا العرض، واجتهد كثيرا في تكوين 3 ديال الخلايا بامزميز، 3 ديال الخلايا بامزميز، وبدا السهر الجماعي على تكوينها نظريا وتاهيلها نفسيا وسيكولوجيا، حتى الوقيته اللي وصل واحد السيد سميتو شجار عبد الرحمن اللي جا من فلسطين، هو مغربي جا من فلسطين وجا جاب معاه محملا بسلاح اوتوماتيكي، او على الاقل هذا ما قال ابراهيم المناضي، ان هذا السيد هذا جاب معاه الاسلحه وهرب معاه الاسلحه. من طبيعه الحال وصل على تدريب 3 ديال اعضاء ديال الخلايا الثلاث، وهم 9 ديال الافراد في المجموع، على استعمال السلاح، واعطاهم ايضا دروس في حرب المدن وقياده الثوره وكيفيه التعامل مع القوات العسكريه والقوى العامله معها. الاستنتاج من هذا الشيء ان ابراهيم المناضي كان عميل ومزروع في المنظمه ديال دهكون عمر، ونفذ المهمه بمهاره فائقه. كاع المؤشرات كلها
توحي أن إبراهيم ماشي شخص عادي وأنه الدخلة ديالته واللقاء دياله مع الحبيب الفرقاني جاء عن طريق إنسان آخر. من هنا غادي يبدا مسلسل الاعتقالات والاعترافات المنزوعة بالقوة والدم وجميع أشكال أنواع التعذيب لاستخلاص المعلومات اللي قدمها إبراهيم المناضي عن التنظيم السري الذي يقوده عمر دهكون. يستشف من هذه الفترة أن التأطير السريري شاملة دمنات ومراكش والنواحي ديالها كممتدة إلى البيضاء والنواحي ديالها وخلايا ديال عمر دهكون اللي هي تقريبا شي 11 خلية كانت كتعمل على تشكيل البؤر التوية في المدن على أساس تقديم الدعم لخلايا الحرب حرب البوادي والجبال التي كانت كتمهد للثورة كما كانت في الأدبيات أو في حرب العصابات التي تدعو إليها يعني الحالة السورية المغربية. في محاكمة مراكش وبعد وشاية إبراهيم المناضي اللي كان عنده ثلاثة ديال الخلايا وكيعرف بزيان قيمة المعلومات اللي بين يديه واش يمكن يدير بها، ما كايناش شي حاجة سريعة بحال التبيعات والوشاية. المخزن بطبيعة الحال غادي يشدها بالزربة ويبحث فيها نظرا لقيمة المعلومات الخطيرة اللي قالها إبراهيم المناضي على منظمة سرية عندها السلاح والقرطاس في المدن وفي القرى. وزيد هنا وزيد لهيه. اعترف المناضي إبراهيم برفاقه في محاكمة مراكش 1969 فيما يعرف بقضية الحبيب الفرقاني ومن معه، وكان تعذيب شديد للمعتقلين وكانت أحكام قاسية 49 حكم إعدام وتحكم عمر دهكون بعشرين عام غيابيا. إبراهيم المناضي كان كيعتقد أنه سينجو من المنسوب إليه بعد المحاكمة. هذا السيد اختفى من الوجود، لا حس ولا خبر، حتى الصورة ديالته ما لقيناهاش. كان موضوع في زنزانة بوحده خوفا عليه من القتل، وفجأة بحل ملحة أغبر مخلفا وراءه بزاف ديال الأسئلة. لماذا أفشى برفاق عمر دهكون وأشنو هي الجائزة اللي شد؟ أم أن هناك احتمال كبير تعرض ديالو للتعذيب وأفشى الكثير من الأسرار اللي كان كيعرفها في العهد ديال أوفقير الأدليمي اللي ما كيعرف فيه غير الدم والتعذيب والشيفون. من هذه اللحظة أي لحظة المحاكمة عمر دهكون غادي يعمق في العمل السري وغادي يولي صامت أكثر من الضرورة وأكثر من اللازم، وغادي يصاحب المأمورية على المخزن وغادي يتبدى المطاردات ديال المخزن للبحث عن رفاق دهكون وعن دهكون والتصاور ديالو ولات مشيرة في المغرب. منين ما تدسي كتلقى التصاور ديال عمر دهكون حتى انفجار أو اندلاع أحداث مولاي بوعزة عام 1973 واللي تشد فيها والمحاكمة الشهيرة اللي تعدم فيها عمر دهكون 16 رفيق ديالو بسبب وشاية إبراهيم المناضي. خلاصة القول، كاين بزاف ما يتقال، أن البياع والواشي ينظر إلى نفسه كحقير ويكره من هم أعلى مرتبة منه. الله يحد الباس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.